دي بقى حدوتة. في إيران حصل تسريب ما، لا مش تسريب نووي، تسريب رسائل. رسالة بتظهر توقيع وزراء على شهادة أهلية لمرشح للانتخابات الرئاسية. وهذا أمر لو تعلمون عظيم، ده شيء يقلق، وده أثار جدل واسع داخل إيران، وأظنه جدل آخر حتى خارج الأوساط الإيرانية. معنا على التليفون من سيدني الباحث أحمد الياسري، رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية والباحث الشديد التخصص بالشأن الإيراني. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا يا فندم حضرتك أستاذ ناصر. أهلا بك سيد أحمد. يعني نريد أن نفهم المزيد أولا عن هذا التسريب حول شهادة الأهلية، يمكن اللي أصبح الوسط الإيراني أو المجتمع الإيراني يتحدث عنها بشكل أو بآخر، ونتائج هذا التسريب أو وقع هذا التسريب. يعني بداية أنا أعتقد أن هذا التسريب هو لا يقل يعني أهمية عن ما حدث وحالف غياب الرئيس، يعني حالف على مستوى الصحافة الإيرانية، يعني صحيفة هاميان يعني صحيح وصفت هذا التسريب بأنه انتهاك لحياد يعني مجلس صيانة الدستور، وكذلك صحيفة جهان صنعت مثلا اعتبرت ما قام به الوزراء وتعطش شرارة جدا للسلطة، حتى وكالة أنباء فارس الأستاذ ناصر التابع للحرس الثوري أيضا انتقدت الموضوع، ولذلك أصبح أحمد جنتي الذي هو رئيس مجلس صيانة الدستور في موقع المدافع ووسط الأمر، أنهم أن هذا يعني وإن سربت هذه الوثيقة أو الرسالة ولكن لا يجرؤون على أن يضغطوا على مجلس صيانة الدستور، فهي بدأت تكشف العالم الخفي الذي يدور أو كواليس صناعة الرؤساء في إيران، وأن هناك قواعد دستورية تمضي على وعلى رأسه طبعا مجلس صيانة الدستور، وهذا مجلس حقيقي مؤلف من 12 يعني عضو، 6 منهم فقهاء و6 منهم محامون يعينون عبر يعني مجلس شورى، فلذلك يعني تخيل أن 6 فقهاء يجيرون أهم حدث لإدارة الدولة وهم لا يمتلكون العدالة، هذا أمر يجعل الانتخابات الإيرانية تحت ضغط الشعبي، خصوصا وأن الرئيس لم ينهي دورته الحالية، يعني دورته الحالية المفروض بعد حزيران عام 2025، ولكن حدث الطائرة وهو يعتبر يعني أعطى خصوصية وامتياز للانتخابات الحالية، هي انتخابات إنقاذ إيران من محاولة أن تتحول حالة الضغط الخارجي عليها إلى حالة ضغط داخلي عبر غياب رئيس وإثارة المشاكل بين أجنحة الثورة. لذلك الآن يعني صحيح مجلس صيانة الدستور لم يحجب الكثير من الأسماء التي حجبت من الانتخابات الماضية وعلى رأسهم علي الأرجان مثلا وأحمد النجاد وجهانجير أحد قيادات الحركة الإصلاحية أيضا تم عزلك من انتخابات 2021، ولكن يبدو أن الضغط ربما من ضغط هذه الرسالة أستاذ ناصر جعل مجلس صيانة الدستور يمرر الكثير من الوجوه الإصلاحية والوجوه المعتدلة، بل حتى أمرا يعني زهرة الأهيام على سبيل المثال هي تعتبر أول مرشح لهذا الموقع، وهناك خلطة من المحافظين وأيضا من المصلحين في هذا الترشيح، وهذا يبين بحسب قراءتي المعضلة الداخلية التي تمر بها إيران وعملية التضارب التي تحصل بين القيادات ويعني الواجهة والكواليس وصراع الواجهة والكواليس، واجهة صناعة القادة في إيران وكواليس كيف يحصل هذا، فهذا التسريب هو هذا يعني هو وضع الاصبع على الجرح، وسيتم الاستفاده من الشعبيه خصوصا القطاعات الاحتجاجيه المعارضه
الداخل الايراني والمعارضه الخارجيه بكل تاكيد يعني. نعم. تعتقد انه من المسؤول عن تسريب هذه الرساله ومن المستفيد الاول من وراء هذا التسريب؟ يعني انا اعتقد الحركه الاصلاحيه رغم انتقادها يعني لهذا الموضوع ولكن استطاعت ان تتصالح مع قواعدها لانها صدرت فكره استبعاد قياداتها الرئيسيين في الفتره الماضيه، حتى هم دعموا علي الارجاني وتم استبعاده في فتره رئيسي، يعني رئيسي دخل الى الانتخابات دون منافس الحقيقه، يعني كان هو الفائز، حتى اني كنت اخرج في الاعلام العربي واقول هذه الانتخابات التي انتهت قبل ان تبدا، لان مجلس صيانه الدستور هي الارضيه لرئيسي، رغم ان رئيسي دخل في انتخابات 2016 وخسر في مواجهه محمد حسن روحاني يعني. فلذلك يعني اعتقد ان الحركه الاصلاحيه تتصالح لانها فقدت الكثير من قواعدها انها تبين خفايا او كواليس صناعه القاده التي تم استبعاد الحركه الاصلاحيه على اثر المواجهه التي حصلت مع ترامب والعقوبات الاقتصاديه وقرار ايران بان تتجه برئيس اصلاح محافظ للانطلاق في النفوذ وفي المنطقه وفي مواجهه امريكا يعني. طيب. الحركه الاصلاحيه بالنسبه وليس رموزها فقط. نعم انا اعتقد هؤلاء هم اضافه الى المعارضين داخل يعني. نعم. هل تعتقد سيد احمد انه من الوارد انه بعد هذه الرساله او بعد تسريب هذه الرساله من الممكن انه يعني يتم اعاده بعض من الاسماء او كوادر الاصلاحيين الجدد الى المشهد الانتخابي مره اخرى للحفاظ على استقرار الشارع الايراني؟ انا ما اعتقد استاذ ناصر، وقلت لحضرتك في بدايه التباقم ان هذه الانتخابات تمتاز بخصوصيه اخراج ايران الثوره والدوله معا من عنق الزجاجه التي كسرت في يعني حادث سقوط او اغتيال رئيس. فانا اعتقد هذه هناك حساسيه يعني تشعر ان ايران تريد ان تحافظ على حاله الاصطفاف، ان هناك ازمه داخليه، حاول المرشد انتصاصها عبر تكليف محمد مخبر بالقيام بواجباته الدستوريه كنائب لرئيس الجمهوريه، ولكن الحقيقه وبدل الباب يفتح لبعض القيادات الاصلاحيه، انا قلت لحضرتك يعني جهانجير على سبيل المثال من المرشحين، علي الارجاني هو من خلفيه محافظه ولكنه على مقرر من مجموعه المحافظين وقريب حتى على حسن روحاني. وبالمقابل هناك سعيد جليلي على سبيل المثال وقاليباف. قاليباف طبعا عنده مشكله لانه حصلت عمليات تسريب واتهامات صحفيه له بالفساد، ولكن همتي ايضا كرئيس البنك المركزي الايراني كان مرشحا في الانتخابات الماضيه، وانا اعتقد هناك تنوع يعني الاصلاحيون استفادوا كثيرا من حادثه غياب رئيس في هذه اللحظه. صحيح. نعم. اشكرك جدا سيد احمد اليسري رئيس المركز العربي الاسترالي للدراسات الاستراتيجيه والباحث المختص بالشان الايراني.